حسن علی عبادک ولا الله يزول الحق عن مقر ويغلب الباطل على علم ولا يقول احد لولا ارسلت الينا رسولا منذرا واغمت لنا علم الهاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى لا نمتعد بالعام إلا حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكانك من تجبته سيد من خلقته وصفت من ازدفيته وأفزل من اجدبيته فأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرشت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نزرته بالروح وهففته بجبرائيل وميكائيل رفع پیغمبر ما به آسمان همه اسرار خلقت رو به پیغمبر گفتم جانم فداد یا رسول الله گفت با جبرائیل میرفتن تو آسمونا یه جایی پیغمبر گفت جبرائیل صبر کن چی شده یا رسول الله فرمود اون کیه دارن ملائک دور و برش میگردن بریم ببینیم کیه یا رسول الله خدا رحمت کنه استاد ما رو این مطلب رو میفرمود گفت با پیغمبر رفتن نزدیک شدن پیغمبر یه نگاهی کردید علیه علی از من زودتر آمده معراج فرمود نه پیغمبر این علی نیست پس کیه جبرائیل فرمود از زمانی که علی خلق شده فرشته و ملائکه میگن خدایا انسان ها رو زمین فردی مثل امیر المؤمنین دارن چرا ما نداشته باشیم رضا خدا یکی مثل علی براشون تو آسمونا خلق کرده هر روز میان دورش میگردن قربون صدقش میرن بعد خدا رو شکر کنیم ما رو شیعه امیر المؤمنین قرار داده و بعد زمان تو زهر دینه و الدین کل ولو کره المشرکون و ذالک بعدا ببعت و مببعزت قم فجرت له ولهم اول بیت مزال الناس للذی ببکت مبارکا و هدل للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا
کم کم حجاج دارن آماده میشن. خدا روزیمون کنه بریم کنار خانه خدا. و قلت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجز اهل البیت و یطهرکم تدهیرا. ثم جعلت اجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم. فقلت ما سألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا. فكانوا هم السبيل إلي والمسلك إلى رزبانك. فلما انقصد أيامه أقام بليه علي بن أبي طالب صلواتك عليه ما وغالك ما هاديا إذ كان هو منذر ولكل قوم هاد. فقال والملأ أمام من كنت فعليا أولى اللهم وعد من عدا وانصار. قال من كنت أنا نبيه فعلي عمير. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة فسائر الناس من شجر شتى. وأهله مهل هارون من موسى. فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فزوجه ابنته سيدة نساء العالمين. فأهل له من مسجده ما أهل له وسد الأبواب إلا بابه. ثم أوداه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العين وألي بابها. فمن أراد المدينة فالحكمة فليأتها من بابها. كي بودين أمير المؤمنين اینجوری داره پیغمبر در موردش صحبت میکنه. ثم قال انت اخی و بسی و وارثی لحم و کامل لحمی
و دمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت قد على الحوز خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي شيعتك على منابر من نور مبيزة وجوم حولي في الجنة وهم جيراني خيلي عبارة دعا زيباس فرمود علي جان شيعيان تو روز قيامت بر منابري از نور سوار ميشن صورتاشون مثل ماه ميدرخشن دیگه چی يا رسول الله از همه بالاتر همسایه من پیغمبرم و لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و کان بعده هدم من الزلال و نورم من العما و حبل الله المتین و سراط المستقیم لا یسبق بقرابت الفی رقیم ولا بسابقت الفی دین ولا یلحق فی منقبت من مناقب یحزو از الرسول صلى الله عليه ما بالغ ما ويقاتل على التعبير فلا تأخذه في الله لومة الله قد وتر في زنادي در العرب وقتل ابطالهم وناوش زبانهم فأودى قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وأنينية وغيرهم فعزبد على أدابته وأكبد على منابزته حتى قتل الناكسين والقاستين والمارقين.